النصب العقاري هو شركات تتداول منتجات عقارية تفننت في وسائل النصب والاحتيال وسوقت لمشاريع وهمية وأخرى حقيقية ولكنها مرهونة. حيل الشركات النصب العقاري مؤخرا كانت حيل جدا ذكية، فكانت تطرح مشاريع من ثلاث شرائح حسب ما استقرأنا. هناك مجموعة من المشاريع المحلية كانت أو الخارجية كانت هي عبارة عن مشاريع حقيقية تملكها الشركة المسوقة، وجزء آخر هي مشاريع تملكها ولكن عليها حقوق ورهونات أو حجوزات أو حقوق للغير، والجزء الثالث من المشاريع اللي طرحتها كانت مشاريع عدم. أول ما راح نحق رئيس السلطة التشريعية اللي هو رئيس مرزوق الغانم انصدم من حجم المشكلة وفهم أن عندنا نموذج دارسينه قبل سنتين وتفاعل أنه يبي يعرف شلون طريقة الحل. مؤخرا عقدنا اجتماعين في وضع الخطة وآلية العمل ومخاطبة الجهات في الطلبات والبيانات والجلوس على طاولة واحدة. عمليات النصب العقارية بلغت الملايين ووصلت أعداد المتضررين إلى 11,000 مواطن ممن تعرضوا للنصب، مما استدعى المواطنين المتضررين إلى تشكيل تكتل لجمع البيانات وعرضها في مجلس الأمة على الجهات الحكومية. كي نصل إلى تقديم الشبهات المعقولة للنيابة العامة نحتاج إلى المعلومات اللي لدى المتضررين. تقدر تقدم شكوتك بشكل سلس إلى وزارة التجارة، وزارة التجارة حددت فريق لكشف خلينا نقول الجريمة وتحويل الملف بشكل صحيح بإذن الله إلى النيابة. كما قام التكتل بتجميع البيانات من الجهات الرقابية ذات الصلة كوزارة الداخلية ووزارة العدل وبلدية الكويت فضلا عن وزارة التجارة. أما خارجيا فدعا التكتل وزارة الخارجية إلى تتبع الحسابات البنكية للشركات التي تحاول بيع عقارات وهمية في الخارج وعليها غرامات وأحكام قضائية.